السلام عليكم، غزل المور كاميرا. اليوم غادي نوريكم واحد الباكيش شحال جدا باش سبات دابا السيده بغاتها يعني الشيب اللي من وغيصر جوج جهات. غادي نوريكم الطريقه واش معايا كذلك ان شاء الله معكم. كما كتشوفوا بالنسبه يلا حنايا راه زربانه مولاتها دغيا قطعنا انسخ على جوج كنقضيو غير اللي موجود دابا حاليا. المهم الرشمه هي هذه اول حاجه طوينا الظهر هذا الظهر طوينا على جوج خلينا 30 سنتيم من تحت غادي نحطوا الرشمه ديالنا حيت كنخليو 7 سنتيم وديك الساعات كنخليو 23 كنخليو 23 يعني عندنا 30 سنتيم غادي نخليوها عاد غنحط الرشمه. دابا انا غنضرب ليها درنا انسخ من تحت غنشدو عاوتاني انسخ لاخر غادي نحطو هكا نفس لاخر كذلك منه وغناخدو الرشمه ديالنا. الرشمه راه حيت شويه هنايا كاين واحد المسافه هنا مقرباتها غادي نعوجو هنا واحد شويه لتحت شويه باش تخرج. غتخيط غير بالماكينه طرقها بالماكينه غدير غير دقيقه شوفي راه جات كميشه عبار واحد شتي غادي نخليو تقريبا بين تو هنا 2 سنتيم ولا 2 سنتيم القيطان رقيق ولا الغريض واخا غادي ناخد فيليلات راه كنخدم فيليلات صافي وغادي نشبو الفيليلات يعني كنشبو بالفيليلات صافي ومع ذلك غادي نزيدو نتاكدو باش ما يكونش واحد المسافه خارجة على وقتها. دايما عندي هنا سنتيم تقريبا اونس سنتيم اونس سنتيم اونس صافي غادي نشدوها مزيان غادي تبرك باش تخرج ليها تحتية الرشمة كاين فوق كاين تحت هادي غير جهة وحدة هذا راه غير الظهر اما القدام مازال عاد غنديرو مع التالي حيت هذا كشميره خصكم ضروري ديروا الانسخ جديد الكشميره خصنا نديروا انسخ جديد صافي هذيك الساعه غتقراس لا الشمير شنو كيدخل الشعر الشمار كيبركو حيت الجلابه شتويه مشكله في جينا نخدموا الشمار كتعذبهم كتراس درنا على جوج البنات وما خبركم مزيان ما خرجاتش وريتكم الطريقه نسيت ما صورت لكم هاد البنات الطريقه كيفاش ندينا المهم نفس العبار يلا خدمي خدمي خصكم تبركوا جهه اخرى راها خرجات ها هي ولكن من تحت ما خرجتش واخا كالكا جديده واخا انسخ جديد ما خرجش البنات. دابا وليت دينا حطينا في الحاشيه اخرى خدينا العبار دابا كيطراسيو مزيان حيت شويه قاصح ها نتوما دابا يلا بدا كيهز لكن مش درنا الطريقه في الاول كيوريتكم في الاول هزينا جوج خطره ما خرجش مزيان دابا عرفتوا الاعصاب دابا في اليدين ولا غزلان كي كتبرك عمرو يعاود قالت لك عمرو يعاود اما مينا فشلات فشلات مسكينه دبروك سبيعات هانتوما البنات بعد ما صو ما طراسو هادو الظهر الجناب هذا الظهر هانتوما رشيد عاود صو ودرنا الجهه ديال رشيد القدام انا نوريكم هذا راه صوبناها حتى مازال هذه ها هي معاها باش غناخذو لابار شتو ها هي لابار واحد شتو راه جايه نيشان جهه اخرى انا غنوريكم حيت المشكل في الثوب غليظ كيكون مشكل انا نوريكم باش كتجينا كتكت الجهه الاخر غادي نشد الشيها غادي نلصقها وغناخد العبار عاوتاني دائما كنديرو 30 نفس الحساب
30 على راسي باش ما يحطش ما ديالي. دائما خصنا الطبله تكون عريضه اكثر من هذه. شوفوا ديك سالامونجي صافي. غادي ناخذ لابار ديالي السنتيم وغادي نطراس. يلا كما كتشوفوا البنات انا دابا قد جبتها من لابار. غادي نجي نحط شحال لابار ديالي. غادي نمشيو بالسنتيم سنتيم البنات. صافي غادي نثبتهم بالفيليلات البنات. وهذيك الساعات غادي تشوفوا نفس يعني كاين يمين كاين يسار يعني كتظهر قدام. المهم انا غادي نظهر شي هاد الظهر مع قدام الحاشيات. هنا العبار ديالنا الطول هو هذاك 30 سنتيم. هاي درناها. غادي ناخذ الرشمه ديالي غادي نجيبها هكا. هنايا عندنا هاد المسافة صغيرة، هنا عندنا مسافة عريضة. حيت فاش زدت الرشمة زدت شوية مايلة، ولكن حنا كنتبعوها كنميلوها باش كتجيني شعر. صافي غادي نثبت بالفيلي، نثبتهم بالفيلي، وديك الساعات غادي تراسي مزيان، غادي تشوفوا كيفاش خرجت الرشمة كاملة مضمونة 100%، ما كاينش مشكل، ما كاين لا جهة طالعة ولا جهة. صافي غادي نثبت دابا بالفيليلات، وإن شاء الله غادي نلقاو الشكل ديالو في الآخر. صافي حنايا ثبتنا، غادي تبرك مزيان، وغتخرج ليها، وديك الساعة غادي تشوفوا الشكل ديالها. صافي.